أمريكا اللي قالها البلاد حاربنا على استقلالها، بلاد ماشي مستقلة، بلاد مستعمرة ثقافيا بفرنسا، بلاد السياسة الخارجية ديالها ما بين القوات الأجنبية. إذن إحنا حاربنا ودخلنا الحبس وبغينا الاستقلال، وتجي لهذا الوقت وتبقى الحالة كما هي ونسكت؟ لا ما نسكتش. لا تبعتوا وغادي نقولها لكم جوج دقائق. مفاوضات اكسليبان راه مازال المؤرخين المغاربه ما رجعولاش كثير، لان خصوصا ان الافواه مكمومه، ممنوع اللي يهضر في التاريخ. هذه المفاوضات اريد لها ان تكون مفاوضات من اجل فريق واحد وليس للمغاربه ككل، ولهذا قبل ما ناخذوا الاستقلال ديالنا اللي كان عندنا فيه خلاف، راه مازال ما استقلينا، لا زلنا ولا زالت اراضينا مغتصبه، وحتى الشعب المغربي لا زال مغتصبا حتى هو. كنراجعوا للتاريخ ماشي باش نخبروا ولا ندوزوا الوقت ولا راه نبانوا راه حنا فينا الفهامه، الهدف هو اننا نفهموا الواقع المكفس اللي كنعيشوا اليوم، حيت اليوم ولد البارح، نعرفوا الكوره باش مقوفله والسوار تفيد من، شكون المغاربه الحرار وشكون الخونه اللي باعوا البلاد بثمن رخيص. سيداتي سادتي، حلقة اليوم على الفضيحة الكبرى، معاهدة العار، أخطر مؤامرة في تاريخ المغرب، الكونترا اللي خلات فرنسا تستغل خيرات المغرب، وصمة عار في تاريخ المغرب، مفاوضات إكس ليبان واللي كنبغي نسميها شخصيا تخويرة الاستقلال، واللي قال عليها السلم مهدي المنجرة رحمه الله بأنها خيانة للوطن. في عام 1912 كانوا المغاربة جالسين واكلين شاربن، حتى قال لهم البراح راه النصارى دخلوا البلاد. وهنا المغاربة كشعب عنده حساسية تاريخية من النصارى والأوروبيين، اللي تجدرات في الوعي التاريخي ديالهم أن كل واحد جاي من ورا البحر هو عدو جاي للحرب، غادي ينوضوا يتنظموا ضمن تنظيماتهم القبلية باش يحاربوا النصارى. وطبعا التاريخ خلد أسماء عشرات المقاومين، وخا حنا حافظين منهم غير شي 4 ولا 5. وفي الوقت اللي كانوا المغاربة الحرار كيضربوا القرطاس، كانت واحد الفئة مسيطرة على المخزن، كانت فرحانة حتى الشلوح كيضربوا القرطاس وهي كتفاوض بسميتهم، وحاولت تضغط ماشي باش يستقل المغرب، ولكن باش تاخذ حصتها من السوق وتكون هي الليد ديال فرنسا في المغرب. فرنسا كانت عارفة أن الكونترا ديال الحماية اللي كانت دايراها مع السلطان عبد الحفيظ كانت لمدة 40 سنة فقط، وبالتالي كان عندها واحد من الجوج، يا إما تجمع كمشة ديال الخوانة وتوجدهم باش تخلي ليهم سوارت مني تخرج، أو أنها تلقى راسها مباشرة في مواجهة مع القبائل اللي كتعرف غير لغة القرطاس فقط. هنا غادا تقربهم فرنسا وغادا تقريهم في فرنسا، وغادا توجد النخبة الفرنكوفونية اللي غادا تكون بمثابة تيليكوموند اللي غادي تستعملهم من بعد نهاية الكونترا اللي مديرها فرنسا مع المخزن. بعد ما حسات ماما فرنسا بالعوافي كتصوت في جميع الاتجاهات، خصوصا بعد خراب الحرب العالمية الثانية والهزيمة الكارثية في حرب الفيتنام، زائد المقاومة في أرض المغاربة وخصوصا موقعة أنوال التاريخية وقيام ثورة التحرير في الجزائر، البزولة اللي كانت كترضع منها فرنسا كانت على بون تقطع ويجف حليبها، داكشي علاش كان خاص الفرنسيس يديروا شي حيلة يضربوا بها عصفورين بحجر واحد. ربما الخطأ الكبير اللي ارتكبته فرنسا في المغرب هو عزل السلطان الشرعي الراحل محمد الخامس، وفي المقابل حطت بيدق بن عرفة، الشيء اللي شعل حرب التحرير وخلاها تنطلق من جبال الريف الشامخة مرورا بسوس الى هضاب اي تبع مران الصامدة. والامانة فقط هذه حرب قادوها الوطنيين الفقراء اللي كيعرفوا غير الخبز والجهاد في سبيل الله، امثال عبد الكريم الخطابي ومحمد الزياني وعسو بسلام. على اي حال فرنسا دورات الفكرة في دماغها ولقات باللي الحل هو تعطي استقلال ذاتي لتونس وتجر المغاربة المفاوضات إكس ليبان. أما الجزائر فكانت ناويها تبقى لها امتداد في إفريقيا. إكس ليبان هي مدينة فرنسية وفيها فين تكتبات فصول تاريخنا ومستقبلنا المظلم في ظرف 5 أيام من سنة 1955. كانت فرصة الفرنسيين باش يداركوا الخطأ ديال نفي السلطان محمد الخامس، وفي المقابل اللي حطات البيدق ديال بن عرف، وفرصة عاوتاني للقيادات الحزبية المغربية لحفظ ماء الوجه، يعني بالعربية تعرابت تلاقات المصالح ديال فرنسا مع المصالح ديال الأحزاب، إيقاف المقاومة المسلحة في ربوع المملكة المغربية. في هذا المؤتمر الحكومة الفرنسية كان كيمثل أنطوان بيني وزير الخارجية، ومعه بيركولي المكلف بالشؤون المغربية وجنرالات عسكريين. أما الوفد المغربي كان حاضر ب 37 شخصية، طبعا فرنسا هي اللي اختارتهم حيت ديجا ضمنات ولائهم، بالإضافة للعملاء والقوات ديال فرنسا بحال الباشا تهامي القلاوي. في هذه المفاوضات تم الاتفاق على إزاحة بن عرفة وتأسيس مجلس العرش وتأسيس حكومة ومحادثات مع محمد الخامس باش يرجع، بالإضافة لبنود سرية ما غيذكروهاش ليك واخا ضل ترطى. الطرفين بجوج خرجوا ناشطين من المؤتمر بحيث ما خصهم حتى شي خير. فرنسا ربحت اتفاقيات استنزافية لخيرات المغرب، وطبعا البيعة والشراية
حتى هما استافدوا من مناصب ديال السلطه في المغرب اللي غادي يقودوا بها المغرب نخوانا عملاء فرنسا. حيت في الوقت اللي كانوا جدودنا هزن بنادقهم في الجبهات جاتهم طعنه من الظهر، طعنه ديال الغدر والخيانه من خوتها. المهدي المنجره قال عليها خيانه للوطن، وعبد الكريم الخطابي من القاهره استنكر الواقعه ونعتها بالمؤامره، ومحمد عابد الجابري سماها بميلاد القوه الثالثه. وبالنسبه اخوتي البنود المعاهده فكخلاصه وبعد غادي نرجعوا للتفاصيل، كان من بين الشروط هو تسليم المقاومه وجيش تحرير السلاح ديالها وتمتثل المعاهده مقابل الحصول على الاستقلال. وهذه القيامه كاع ديال المعاهده كانت لعزل المقاومه الحقيقيه بسلاحها فقط، لان في ذاك الوقت فرنسا ما بقاش عندها الجهد باش تحارب المقاومه في الجزائر وفي المغرب وتونس، وكانت داخله في حرب الفيتنام اللي تلقات فيها خساره مذله. هادشي علاش فكرت تحيد الاستعمار العسكري وتبدله بالاستعمار الاقتصادي. الشرط الاخر هو اللغه الفرنسيه تكون كلغه معتمده في المؤسسات الخاصه والعموميه وكاع الوثائق الرسميه الاداريه، ولو انها مذكوره كلغه اجنبيه ثانيه الا انها لغه رسميه، ولو اننا ما كنهضروش بها لكن كنتعاملوا بها. وبالسيف عليك، هي ريسبسيون غتدخل ليها غيقولوا لك بونجور وما غاديش يقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اي شهاده بغيتيها غتلقى فيها فرونسي وزيد وزيد. الشرط الثاني هو التبعيه الاقتصاديه، كمن شروط استغلال اغلب المعادن واستنزافها من طرف الشركات الفرنسيه وتصدير الثروات الطبيعيه لفرنسا باثمنه جد 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 هزيله. وطبعا هادو غير شويه من بزاف. بالنسبه لردود الافعال ديال جيش التحرير والمقاومين ديال بصح اللي راهم دابا عند مولانا ماشي المقاومين ديال الشينوا، ما كانوش راضيين على هذه المفاوضات وعلى هذه الطريقه ديال الاستقلال، بالخصوص ان اول حاجه تفرضات عليهم هي يسلموا السلاح ديالهم، وكانوا عارفين ان مفاوضات الاستقلال ما هي الا مفاوضات الاستغلال. وقالها السي المهدي البنجره رحمه الله معلقا على معاهده اكس ليبان بانها خيانه للوطن. وبدوره عبد الكريم الخطابي بعث رساله من القاهره للمقاومه في المغرب العربي ككل، والرساله اللي تنشرت في صحيفه كفاح المغرب العربي نهار 7 يناير 1956، واليكم مقتطف من الرساله: ايها الشعب في المغرب العربي، ان هناك جماعه متضامنه من المتربصين تتربص بكل الدوائر وتريد ان توقعكم من جديد في قبضه الاستعمار بعدما حملتم اسلحتكم وادركتم ما يجب عليكم ان تفعلوه لاخذ حريتكم واستقلالكم. هذه الجماعة قد باعت الكرامة والشرف والوطن وسلمت البلاد لطائفة قليلة من المستعمرين بثمن بخس هو تلك المناصب الزائفة الحقيرة. إن الشعب الفرنسي ليس في نيته أن يحارب مرة أخرى ليخلق هندا صينيا جديدة في شمال إفريقيا. وقد اقتدت جماعة الرباط بجماعة تونس المستسلمة فأبرزت اتفاقية إكس ليبان إلى حيز العمل والتنفيذ، وأخذت تدلس وتغري عرب المغرب بالكلام المأسول، وهي سائرة في نفس طريق اتفاقية تونس، وستطالب المناضلين بإلقاء السلاح، فحذاري من السقوط في الفخ المنصوب، وإننا على يقين من أن الشعب المغربي سوف يستمر في الكفاح والنضال إلى أن يخرج من المغرب العربي كله آخر جندي فرنسي يحمل السلاح من جماعة المستعمرين. سيداتي سادتي، حلقة اليوم سالات، شكرا لكم على المتابعة ديالكم وعلى الوفاء ديالكم. كان معكم أخوكم وحبيبكم يونس مسرار، كنشكركم كاملين على الدعم ديالكم المتواصل. السلام عليكم، دوزوا بخير.